لم يلعب بكامل إمكانياته، كذلك خروج عبد القادر رحيم مصاب لاعب دونتالك الفرنسي في اللحظات الأخيرة في الثانية الأخيرة، اللاعب هلال نور الدين يصاب. الأعلام الجزائرية، الراية الجزائرية، الألوان الجزائرية ستكون حاضرة في بولونيا والسويد. مبروك للمنتخب الجزائري، تحيات الجمهور المصري الحاضر، تحيات الجمهور الجزائري الحاضر، الجمهور الجزائري حاضر، فرحان بهذا التأهل. المركز الخامس للمنتخب الجزائري، المركز السادس لمنتخب غينيا، خرموش سيكون حاضرا في مونديال